دلوقتي هنعمل مع بعض الوصفة التانية، وهي السبرينج رولز. هنعملها باللحمة المفرومة. نشوف بسرعة ايه هي المقادير معانا. لحمة مفرومة متعصجة بالبصل، معانا الكوسة والجزر، الصويا صوص والثوم. اول حاجة هعملها هحط هنا شوية زيت. انا ايه بزود مية عشان ايه اللحمة كانت تستوي. هنعمل كده، هنحط الثوم، شوية من الجزر، وهنحط الكوسة والجزر كده. ايه، هننزل اللحمة المفرومة، نشوحها كده مع بعض. ممكن نقطع الجزر والكوسة يبقوا مبشورين، يعني الطريقة اللي تعجبنا نعملها. وهنحط ايه شوية صويا صوص كده اهو. عندكم برضو بصل اخضر بيطلع حلو جدا معاها. ايه، نديها رشة ملح كده حلوة. يعني حلو كده قوي، تمام. تعالوا بقى ايه، نيجي هنا كده وايه، ونبدا في اللف بتاع السبرينج رولز. يلا مع بعض كده. اهو يلا بينا. كده نبدأ باللف، تمام كده. حابين تقفلوها بخلة نقفلها بخلة عشان ايه التحمير، تمام.